النهارده تم نقل الاستاذ مكرم محمد احمد الكاتب الصحفي الكبير لمستشفى المعادي، وده بسبب اصابه استاذنا الكبير مكرم محمد احمد بجلطه في المخ. الجلطه ادت للاسف لمشاكل صحيه، وبناء عليها طبعا اتنقل فورا الى المستشفى وتم تدارك الموقف الصحي لاستاذنا مكرم محمد احمد على الفور. وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها. كان هذا في البيان، وقدم المجلس في البيان الشكر أيضا لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل مكرم محمد أحمد من مستشفى العالمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة. ألف ألف سلامة لأستاذ مكرم، وإن شاء الله نطمن عليه ويتمم شفاء على خير بإذن الله. أستاذ مكرم محمد أحمد طبعا أستاذ لي باع طويل جدا في الصحافة في الإعلام، لي كل التقدير على رحلة عطاء كبيرة جدا الجميع بيستفيد منها، اللي اشتغل في الصحافة واللي اشتغل خارج الصحافة في الحقل الإعلامي لازم أكيد يكون استفاد من أساتذتنا اللي طبعا منهم وبيتقدمهم أستاذ مكرم. وكل الشكر أيضا للأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضا على دوره اللي قام به في هذا الموقف اللي مر به الأستاذ مكرم محمد أحمد. مرة تانية ألف سلامة عليه.